ماشي بالطريق عم بشوف اخواتي كانوا يلعبوا برا، ما شفت الا كنت عم بمشي هيك فجأة اجت صارت اجش الله هون قذيفة هون بشار الأسد ضرب قذيفة هون محل أرامل أطفال أولاد يتامى في رفيق بسام استشهد الله يرحمه وفي يعني نص المخيم كله صواب وعالم في حال أزمة يعني كتير كبيرة بين الحياة والموت. ليش كنت عم تبكي هلا؟ للي قتلوا رفيق بسام وبشار ابن الحرام الله لا يوفقه إن شاء الله بيموت هلا صار يقصف الأرامل الأيتام كلها يعتني. نحن اتزربنا لحتى يضرب فينا بالشهر، أنا أبوي استشهد وأخواتي اثنين كمان استشهدوا. ضلينا لحالنا ما عم ندور على لعبة الخبز بالشهر بيضربنا ما عم نعرف وين نروح. نحن ساكنين هون عند حد هذا المخيم. سمعنا صوت القذائف فينا أسعفنا النساء وأسعفنا الأطفال. وهذا مخيم أرامل ونساء وعجاز وما لهم معين غير الله عز وجل ونشكي أمرنا لله أحسن شيء. يا أبو